منذ أن صنعت عرس الملوك المهيب، اعتلت الشركة المتحدة عرش تنظيم الفعاليات الكبرى. أكثر من 250 فعالية داخل وخارج مصر نالت إشادات عالمية. في موكب المومياوات كانت الرحلة الساحرة لملوك مصر القديمة إلى مستقرهم الجديد بمتحف الحضارات. وفي حفل طريق الكباش نقلت شاشات العالم ملحمة تاريخية بين أروقة الأجداد وبحيرتهم المقدسة. وكان كوب 27 شهادة عالمية لقدرة الشركة المتحدة على تنظيم الفعاليات العالمية إلى جانب الفعاليات الوطنية الكبرى كمنتدى شباب العالم وحفل تخرج الكليات المدنية والعسكرية. ونجحت الشركة المتحدة في وضع المدن الجديدة على خارطة الترفيه والثقافة، فزار العالمين ما يقارب 1,000,000 زائر لحضور مهرجان العالمين. أكثر من 60,000 عامل شاركوا بسواعدهم وعقولهم في تنظيم الفعاليات الكبرى للشركة المتحدة، وتم تأهيل 5,000 شاب للمشاركة في التنظيم، وفتحت السوق لأكثر من 60 شركة محلية للتعاون في هذا السياق. الشركة المتحدة قاطرة الفعاليات الكبرى ومقصد النجاح.